السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوى أند نور. النهاردة معانا درس جديد من دروس الكروشيه. زي ما انتوا شايفين اهو معانا سكارف على شكل الدوائر، شكله لطيف جدا وجميل وشيك. الألوان طبعا حسب اختيارك، انت تقدر تختار الألوان اللي يعجبك. والشريط ده سهل جدا، ممكن تعملي منه سكارف وممكن كمان تعملي منه ايد للشنط، يعني حاجات جميلة كده وسهلة سهلة خالص يعني. ان شاء الله يعجبكم. يلا بينا نشوف الشرح ازاي هنعمله. في البداية هعمل عقدة البداية وهرتفع 1 2 3 4 5 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وفي أول غرزة من هنا هعمل عمود. بس إيه، في البداية أنا مش هطلع من اللفتين، أنا هطلع من لفة واحدة وبعدين من لفتين وبعدين من لفتين بالشكل ده، وهيتكون عندي هنا دايرة. وبعدين أرتفع 1 2 3 4 وكمان 1 2 3 4، هلف الخيط على الإبرة، هعد من هنا 1 2 3 4. في الغرزة الرابعة هعمل كمان عمود بلفة، وزي ما قلنا نطلع من أول لفة كده بعدين من لفتين وبعدين من لفتين تاني، 1 2 3 4. تقدر تحطي يعني صبعك هنا وتكملي 1 2 3 4 وتلف الخيط على الإبرة وتعملي عمود بلفة عشان يتكون عندك الدايرة زي كده. احنا عشان هنعمل النموذج هعمل 5، 1 2 3 4، 1 2 3 4، وهلف الخيط واطلع من اول لفة وبعدين من لفتين وبعدين من لفتين. انا عملت النموذج اهو من 5 فراغات اهو كده بالشكل ده، وداخلهم هنعمل العواميد. هنشوف هنرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وداخل الفراغ هنا هعمل 1 هنا، انا هنا هعتبره اول عمود وده التاني، 3 4 5، وبعدين هعمل سلسلة وفي نفس المكان هعمل كمان مرة 5 عمود بلفة في نفس المكان، 1 2 3 4 5 بالشكل ده. دلوقتي هاجي هنا عند السلاسل، انا عندي هنا 1 2 3، هروح على السلسلة مش الاولى، التانية اللي في النص كده، هعمل غرزة حشو. وبعدين تاني هروح عند الفراغ اللي بعديه وهعمل 5 عمود بلفة وبينهم سلسلة، وتاني 5 عمود بلفة في نفس المكان، 2 3 4 بقى معانا 1 2 3 4 5. بعدين هعمل سلسلة وفي نفس المكان هعيد تاني، هكرر واعمل 5 عمود بلفة، 2 3 4 5 بالشكل ده. ولما نيجي هنا عند السلاسل زي ما احنا قلنا في السلسلة مش الاولى، التانية نعمل غرزة حشو، وهكمل كده لغاية ما اخلص كل الفراغات اللي عندي. زي ما شايفين احنا خلصنا اول سطر كده هنا، دلوقتي هنلف الشغل كده ونكمل، هوريكم ازاي. طبعا ده نموذج، انت تعملي الطول اللي انت يعجبك. انا السكارف اللي انا عاملاه وكان 1.60 وطلع 40 فراغ، 40 دائرة. طيب انا هنا عملت 5 عمود
سلسلة 5 عمود، هرجع أعمل سلسلة وفي نفس المكان هنا هعمل 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5، وهعمل سلسلة وفي نفس المكان هعمل 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 بالشكل ده، وكده تكون عندي أول دايرة. وبعدين هروح هنا فين ما أنا عملت غرزة الحشو، هعمل قصادها غرزة حشو بالشكل ده، وهكمل الفراغات يعني كلها 5 عمود بلفة سلسلة، 5 عمود بلفة في نفس المكان. وهو بس أول سطر اللي احنا بنقفله كده كله بالشكل ده، يعني هكمل معاكم بس دي، 1 2 3 4 5، هعمل سلسلة وتاني هعمل 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. وهنا فين ما احنا عملنا في الغرزة التالتة الغرزة التانية، هنا الأولى التانية عملنا غرزة حشو، نعمل قصادها غرزة حشو بالشكل ده أهو، وهنكمل كل الفراغات كده بالشكل ده. وهو بس أول واحدة اللي بنكملها كاملة، التانية لما نشبك هوريكوا ازاي هنشبك ونكمل. هخلص دول وارجع لكم تاني. زي ما شايفين اهو انا وصلت لاخر بتلة هنا بتاعت الدايرة، عملت 5 عمود بلفة. دلوقتي هكمل واعمل سلسلة وفي نفس المكان هعمل 5 عمود بلفة، 1 2 عشان اقفل الدايرة، 3 4 5، وهعمل سلسلة وهدخل في 4 سلاسل هنا. اول سلسلة ما انا هنا عاملاها هعمل منزلقة بالشكل ده، هقص الخيط وبكده عملنا الدوائر كلها كاملة. دلوقتي هنشوف طريقة التشبيك. طريقة التشبيك هو احنا زي ما اتفقنا بس اول واحد كده بنقفله كل الدايرة كاملة. الشريط التاني هنعمل بس ناحية واحدة، والناحية التانية هنشبكها في الشريط الاولاني. وبكده كل ما تعملي واحد ما تعمليهوش كامل، تعمليه نص كده وتشبكي وتكملي الشغل. دلوقتي انا هنا عندي 5 عمود سلسلة، 5 عمود هرجع اعمل سلسلة و5 عمود في نفس المكان، 1 2 3 4 5، هعمل سلسلة وهجيب الشريط هنا. وفاكرين هنا السلسلة اللي انا عاملاها هي اللي بيها انا هشبك، هدخل الابرة كده، هجيب الخيط كده، هدخل الابرة هنا كده واسحبها منزلقة، وهروح تاني على نفس الفراغ واعمل 5 عمود بلفة، 1 2 3 اهو بالشكل ده. وهنا هروح عند الغرزة الحشو هعمل غرزة حشو عادية، وبعدين تاني لما اروح عند البتلة التانية اللي هو الدايرة التانية هعمل 5 عمود بلفة. يعني في الاول هعمل 5 عمود في لفة وسلسلة، وبعدين اروح اشبك هناك من الناحية التانية، 2 3 4 5،
هعمل سلسلة وهروح هنا عند الدايرة المقابلة ليها، هسحب كده وأعمل منزلقة. تشبيك سهل جدا ومش معقد يعني. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وهنا زي ما احنا متفقين نعمل غرزة حشو. وهكمل تاني اهو، هوريكم التشبيك اهو بالشكل ده. وكده هكمل تاني هنا، هعمل خمسة عمود بلفة سلسلة، هروح عند الدايرة المقابل ليها، هدخل الإبرة وأعمل منزلقة، وأكمل خمسة عمود بلفة في نفس المكان، وبكده هخلص كل ده. زي ما انتوا شايفين اهو شبكتها بطريقة بسيطة جدا. وهكمل معاكم هنا آخر واحدة، هنقفل الشغل، خمسة عمود بلفة سلسلة، هروح على الدايرة المقابل ليها وهعمل هنا، هدخل هنا فين انا عامله بين الخمسة عمود والخمسة عمود السلسلة، هسحب منزلقة وهكمل في نفس المكان هنا، هعمل خمسة عمود بلفة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، هعمل سلسلة وهقفل الشغل هنا في أول عمود أنا عاملاه بالشكل ده. سهلة جدا. وانت هنا شايفة هنا السلسلة اللي احنا عاملينها هنا اهو، اللي بين الخمس عواميد دي، تقدري تحطي الشراشيب بتاعتك او ممكن كمان تشبكيها في وردة اللي تحبيه، زي ما احنا عاملين هنا اهو في السكارف. ان شاء الله تكون الطريقة عجبتكم وكانت سهلة عليكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد مع درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.